هل تفتكر يعني احنا كنا بنتكلم عن دور السولية قبل المباراة سواء دفاعيا او هجوميا كان دوره محوري جدا النهارده، الانذار اللي خده فرق معاه طوال المباراة؟ يعني قبل ما اتكلم في عن الامور الفنية واقول لك عن موضوع السولية، لازم النهارده نحيي جمهور النادي الاهلي طبعا، يعني اللي كان مساند من اول دقيقة في المباراة لاخر دقيقة، وده دايما اللي معودنا عليه جمهور النادي الاهلي. النهارده حتى التواجد بشكل كبير وانت الامال بتاعتك صعبه، ويعني يعني كانت ممكن يعني حصل بعد المباراه كمان، وكمان حسام عاشور يجمع اللعيبه وجماهير النادي الاهلي تنادي على اللعيبه. فالنهارده ده تحيه واجبه لجمهور النادي الاهلي، دايما بيكون مساند ومؤذن الفريق في وقت الشده قبل وقت الفرح، فدي كانت تحيه واجبه يعني لازم نبتدي بيها الاستوديو النهارده. النهارده يا كابتن اسلام في المباراه الاولى وانا كنت معاك، انا طلعت انتقدت اللعيبه بشكل جامد بالزبط. والجهاز الفني بالزبط. النهارده يعني لازم اشيد باللعيبه، احنا كنا بنقول الروح القتاليه والاصرار والعزيمه، النهارده دي ظهرت على ارض الواقع في الملعب. ما اقدرش النهارده اقول لك في لعيب قصه في الملعب، ما فيش لعيب ادخر جهد او مجهود داخل الملعب، لكن الحاجه اللي كنت بقول لك عليها قبل الاستوديو واحنا مطالبين بالروح وبالاصرار وبالعزيمه وبالقتال، الهدوء. قلت لك الهدوء، قلت لك النادي الاهلي بيخلق فرص او عدد فرص كبير جدا في كل المباريات اللي بيلعبها، حتى هو بيكسب 5 وبيكسب 4. النهارده كان في رعونه شويه، كان في استعجال، كان في صربعه. النهارده في اول دقيقه وليد ازارو فرصه، بعديها عمرو السوليه كوره ما فيهاش توفيق اللي في العارضه، كرات عرضيه كتير اجايه حسين الشحات. فالنهارده كان في فرص كتير، لكن النادي الاهلي كان بيفتقد للهدوء. الهدوء جاي ان اللعيبه دايما بتفكر عايز اكسب 5 واكسب 6، فجاي الصربعه من هنا. وده اللي حضراتكم قلت عليه قبل المباراه، ان لازم نستنى ونهدى شويه. لازم تمشي الماتش زي ما انت شغال وزي ما انت شغال بالريتم بتاعك، لكن النهارده يعني زي ما احنا او انا يعني انتقدت اللعيبه، لازم النهارده اشيد باللاعبين النادي الاهلي. ما حدش النهارده قصر، كله النهارده حاول من اول دقيقه لاخر دقيقه، كله قاتل في الملعب. عايز اتكلم عن التحكيم، التحكيم الافريقي لسه ما زال الاتحاد الافريقي يعني في لجان بتتمتع بالفساد داخل الاتحاد الافريقي. من اكبر اللجان الموجوده تتمتع بالفساد داخل الاتحاد الافريقي هي لجنه التحكيم او لجنه الحكام. لو شفنا في مدار مباريات والجسامه، لو شفنا النادي الاهلي من سنتين وهو بيلعب نهائي افريقيا امام الوداد الافريقي امام الوداد المغربي، نفس السيناريو، نفس اللي تقييد كان بيعمله النهارده، وازاي يربط اللعيبه في الملعب وازاي يحجم المباراه ويحجم. معلش لازم الكلام ده الناس تفهمه، لانه حضرتك لعبت على مستوى كبير وكابتن حماده لعب على مستوى كبير، وعارفين كويس جدا يعني ايه حكم يأيد المباراه من اول دقيقتين، اول ثلاث اربع دقائق، واول ما ادى لعمرو للانذار كلنا بصينا لبعض وقلنا ايه الحكم ده بيعمل؟ لا ايه النهارده كمان الحكم ده بيعمل ايه؟ بيحجم اللعيبه في الملعب. والله قبل الماتش ما يعني قبل ما حتى نفس السيناريو بقول لك في مباراه الوداد المغربي، وطلع عماد متعب لما عمل الحركه الشمال بتاعته، عماد متعب هو كان نفس الحكم بكاري جسامه ده. وخلي بالك ده مش بكاري جسامه بس، ده انت في حكام كتير قيس عليهم هو اللي حصل في ماتش جوه لجنه التحكيم في الاتحاد الافريقي نفس الكلام في مباراه جنوب افريقيا هناك صن داونز الجون الرابع ضربه جزاء على الشناوي ما فيهاش اي حاجه، الجون الرابع جايه في ايد الراجل دي يعني دي واضحه للاعمى يعني. انا خلي بالك انا مش عايز اروح للتحكيم بس، انا باخد نقطه نقطه، لكن النهارده بكاري جسامه ولسه ما زال بقول لك الاتحاد الافريقي يعني في فساد كتير النهارده. وبرده في البطوله اللي فاتت خرج منها النادي الاهلي في مباراه الترجي الاخيره، شفنا النهارده اتعملت حمله على التحكيم على الحكم في مصر، وبعد كده الحكم لا ده بريء ومفيش اي حاجه، مجرد برده التحكيم اللي كان بيروح للترجي وغيره 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 في مباريات اخرى. الحاجه الثانيه يا كابتن اسلام، يعني برده النادي الاهلي يعني انا عايز اعذر اللعيبه، النهارده النادي الاهلي بيعاني من بدايه اول موسم لجنه مسابقات وضغط مباريات، كم مباريات كتير جدا، السنه دي افريقيا مرتين، دوري عام، بطوله عربيه. فالنهارده الكره المصريه بتعاني من جدول مسابقات مضغوط. النهارده احنا يعني بنحصد الثمار اللي بتاع الجدول اللي بوظ اللعيبه، اسماعيلي خرج، النادي الاهلي النهارده خرج، الزمالك نتمنى له الاستمراريه، لكن في ظل الضغوط اللي بيلعب فيها الزمالك برده رايح جاي، برضو الزمالك مازال مهدد. النهارده داخل على كاس امم في شهر 6، الدنيا مجهوله في ظل البطوله على ارضك ومطالب بها انك تاخدها. هل اللعيبه الموجوده النادي الاهلي وقوام اللعيبه يعني 60% و70% من منتخب مصر دي لعيبه بالمجهود ده هتروح كاس امم وانت مطالب انك تاخدها؟ انت النهارده بتلعب في دوري عام من يومين، قبلها في بطوله افريقيا وسفر 3 ايام. فالنهارده برضو عايز اعذر اللعيبه، لكن طبعا. انا برضو
زي ما بقول لك النهارده ما بقدمش مبررات. احنا انا كنت موجود معاك هنا في المباراه الاولى في صن داونز هنا وانتقدت اللعيبه جدا وانتقدت الجهاز الفني وقلت هم سبب الخساره وسبب الخمسه، لكن النهارده على ارض الواقع لا، انا بشيد بلعيبه النادي الاهلي كله قاتل وكله يعني لعب لاخر سنه.